سامي بيك. لا حول ولا قوة. سامي بيك. سامي بيك. أنا اتصلت بهند خانم على الموبايل ورن رن كتير بس ما ردت علي. بعدين اتصلت بالأرض وكمان رن رن كتير وما حدا رد علي. بس تعرف مين رد؟ المنحوسة سمرة. دخلت شو رجعها؟ وين هند خانم؟ مو هون. وين لك؟ من هون ورايح ما في بحياتي هيندا. انتهيت من هيندا. انتهيت. ليش خير ان شاء الله؟ شوفي خلاص هيندا طلعت من حياتي. انتهى الموضوع. يا ربي دخيله. مهند مو بالبيت؟ مو هون، أنا لحالي. وين خالي هند؟ بتكون راحت لعند مؤياد. ما بدها تضل بالبيت طالما أنا لساتني هون. رح أترك له شغلي. شو هاي؟ حدا يلمسها. لسه لهلا ما نشفت ولازم تنحط باطار. حلوه كتير. انت عملتيها؟ مثل هاليوم من السنه الماضيه مهند طلع من السجن. سويتها مخصوص مشان أنا كمان تعرفت على مهند. الليلة اللي تدمرت فيها حياتي. دخل حياتي هديك الليلة ومن وقتها أنا خسرت كل شيء بحبه. أنت خسرتي كل شيء من غبائك يا سمرة. لو عرف علي بده يصير هيك بالنهاية ما كنت قبلت أتعرف على مهند لو بدي موت. ما كنت اضطريت مر بكل هالظروف اللي مريت فيها. لو تعاملتي معه بصدق من البداية ما كان صار فيكي هيك. هلا الحق مو بس علي، بسبب مشكلة مهند مع فرحات تبهدلت حياتي ومات علي. فيني وبلاي كانت رح تضل مشكلته مع فرحات. مو شايفة انه انا ضحية وحياتي بخطر بسبب مهند؟ بس انتي ما كان لازم تكذبي وتعملي المستحيل مشان تضلي بحياة مهند. هلا انتي شو بتعرفي عني لحتى تحكي هيك كأني وحدة مو منيحة؟ لأنه ببساطة سهل كتير عليكم تحكموا بسرعة على الناس. أصلاً أنا مو حابة أعرف عنك شي بنوب يا سمرة. اللي بعرفه إنك جنيتي على حالك. حاجتكم بقى بكفي تظلموني هيك. أنا ما عاد قادرة أتحمل هالشي أكثر من هيك. والله حرام عليك. أنا ما لي علاقة بهالقصة كلها. اتركوني بحالي بقى. دايما ان شاء الله صحتين وعافية. امي؟ ايه ابني. خدي هاي البطاقة.
لشو هاي؟ وراح اكتب لك كلمة السر. اشتري تياب لك مشان عيد ميلاد بانا. يخلي لي اياك حبيبي. هدي بس لا تخربطي فيها مشان ما تتعطل. ماشي؟ ماشي. يسلموا ايديك. الله يرضى عليك ويخلي لي اياك على طول يا حبيبي. ان شاء الله بتتوفق بكل خطوه بتخطيها. رح روح البس. مؤيد فيني كمان جيب هديه لبانا؟ ايه امي جيبي شو ما بدك. ماشي؟ يسلموا حبيبي. ليش عم بتشيليون؟ قلت لك خلصت شي؟ بعتذر يا خانو. روحي جيبي لي شاي، نزعتي لي مرائي. فورا رح جيبه. يا خالته هندا. زينب أنا بحاجة لمساعدتك كتير. شوفي مهند واقع بشي مشكلة؟ لا لا الله يبعد المشاكل. لا روحي ما في شي، بس أنا بحاجتك يا زينب لأنه بدي اشتري شوية أغراض. لازمني شوية تياب مرتبين وبدي مساعدتك بهالشي. اليوم؟ ايه اليوم. حتى إذا ما عندك شي بنطلع هلأ لأنه قال اليوم عيد ميلاد بانا، بتعرفي ما هيك؟ ايه أكيد بعرف. ومثل ما بتعرفي لازم كون أنا طالعة أنيقة مثل نهى خانم. لو سمحتي أنا بوثق بذوقك بالأوعي كتير. الله يخليكي لا تخجليني. خلاص رح روح. الله يخلي لي إياكي. شكرا كتير إليك. بشوفك بعدين. بشوفك. ما في معه موبايل يحكي فيها قبل ما يجي لهون. شو هالذوق؟ عمر اجى لهون. مرحبا. شو؟ ليش عم تطلعوا هيك؟ بهالايام الواحد ما بيقدر يجي على بيته يعني؟ بظن انك بتعرف الجواب. لا ما في. طلعي لفوق لو سمحتي. يلا طلعي. يلا. مريت على نادي الجولف. قالوا لي انه لاغين لمشاركتي. معناتها اللجنة هنيك مقيمة مشاركتك ومو موافقة عليها. والله شو هالصدفة؟ مو انت رئيسة اللجنة؟ أنا باللجنة بس بصفة إدارية، ما في أتدخل بقرارات الأعضاء الفنيين. كتير واضح. ما فيك بنوب تتدخل. اسمعي نهى خانو، هذا إعلان حرب علي وأنا رح بلش ألعب ورائي حسب هالظروف الجديدة. وشو بدك؟ أنت ما فيك على الطلعة والنازلة تجي على هذا البيت كل ما خطر لك. أكبر منافس لإلكم شركة قطمان أوغلو، وفي معهم منيح مصاري، وحسب ما سمعت انه هنن هلأ مهتمين كتير ليشتروا اسهمي. جان مستحيل يساوي هيك. بس ابو اردينج قطمان اوغلو ما بتهمه الامور العاطفية مثل ابنه. ما فيك تساوي هالشي. ليش لحتى ما ساوي هالشي؟ الموضوع بسيط يعني، انا ببساطة ما بزلت اي جهد مشان هالاسهم ولهيك ماني كتير متعلق فيهم، وبسهولة فيني بيعهم لأي رجل اعمال حابب انه يستثمر امواله بهالمجال. ما بتعملها إلا إذا أنتوا بتقرروا أنه تأجلوا زيادة رأس مال الشركة. وقتها بوعدكم أني ما فكر بيع أسهمي لإلهم. هذا الشيء مستحيل. نهى خانو فكري منيح، لا تستعجلي، لسه في شهر كامل على الاجتماع. ها؟ قعدوا سوا واحكوا مع بعضكم. آه صحيح بانا، كل سنة وانت سالمة. الورد إليك.
بديش قطمان أوغلو هلا. أمي أمي الله ييسر كل أموركم. ليش واقفين؟ ما تجوا تكنسوهم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لو سمحت أعطيني كاسة صغيرة من عندك وناولني السكر كمان. شو أنت هون؟ والله كنت رح أتصل فيك.